اضطرنا ان احنا الانسان هنا بقى يقيس نفسه. فلما يقيس نفسه كده، انا لو هقرب لزوجتي وعاوز اوجه الكلام برضو، او الزوجة تقرب لزوجها، يبقى هنا هتملك نفسك، هتتعامل ازاي؟ الاصل ان عاوز في نهار رمضان لا تتوجه الا لربك. يعني انت لا تتوجه لزوجتك ولا انت تتوجهي لزوجك بالمعاملة، بكل حاجة، الحياة الطبيعية انما بالعلاقة الخاصة. ليست في رمضان علاقة خاصة في نهاره الا بالله عز وجل. شفت بقى؟ يبقى العلاقة الخاصة في نهار رمضان عاوزينها بالله. العلاقة الخاصة بمعنى ايه؟ ان انا لا التفت الا اليه، لا انظر الا اليه، لا يكون همي مشغولا الا به، وهكذا. فحدود العلاقة الزوجية هنا كل واحد بقى، بنقول خاصة للمتزوجين الجداد قبل رمضان بيلحقوا بيقول لك ايه، نكتب الكتاب ونتجوز عشان شهر رمضان داخل. فبنقول لهم لازم نحرص هنا نبقى رجالة، الراجل يبقى راجل والست تبقى راجل برضو، ان احنا ما نحاولش نقرب من الامور التي تثير الغرائز، وهي غرائز محموده وما فيهاش حاجه، لان زوج وزوجته. فنبعد عن بعض شويه في مثل هذا، ونتعامل تعامل طبيعي كاننا اصحاب وكاننا احباب في نفس الامر. فالعلاقة الزوجية هنا طبعا لا يقرب الرجل امرأته ولا المرأة زوجها في نهار رمضان، لانه قلنا الامساك عن المفطرات والاكل والشرب وعملية العلاقة الزوجية في نهار رمضان. فاحنا ما نحاولش نحوم حول الحمى، لانه من رأى حمى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. يعني ما الانسان ما يقربش من زوجته وما يتعاملش معها برقة زيادة عن اللزوم، فممكن تؤدي